السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، في هذا الفيديو ان شاء الله غنعطيكم وصفه ديال البريوش اللي كيجي لذيذ بزاف. المقادير ديالو هي بسيطه، وهذه الوصفه اللي غنعطيكم هي مغايره تماما للبريوش اللي سبق لي ونزلته على القناه. الوغ بالنسبه للمقادير ديال هذا البريوش، فانا عندي هنايا زلافه ديال الطحين. بالنسبه للزلافه كتاخذ لي هنايا 350 غرام ديال الطحين، عندي 3 د المعالق كبار ديال السكر سنيده، 2 معالق ديال بودره الكاكاو، عندي 20 غرام ديال خميرات الخبز، قبصة ديال الملح، 2 معالق كبار ديال الزبدة، و 250 مليليتر ديال الحليب دافي. الو كي شفتوا هذه هي المقادير، دابا ان شاء الله غنفوتوا لطريقة العمل. بالنسبة لطريقة العمل عادي كناخدو طحين، انا غنستعمل العجانة، ممكن تعجنوها بيديكم ماشي مشكل. كنحط الطحين، كنخلطو كاع المقادير مع بعضها. الوغ الطحين، السكر، كندير القبيصة ديال الملح، كندير الزبدة، وكنحط الخميرة ديال الخبز. غنخوي عليها شويه ديال الحليب دافي، صافي. غنخلط هاد المقادير مزيان، من بعد كنبقى كنضيف الحليب غير بلاتي حتى كتشكل لي عجينه. من بعد ما تخلطات عندي جميع العناصر كيف كتشوفوا، غنخليها تعجن مزيان واحد المده ديال 10 دقائق، عاد ديك الساعه نفوتوا بقيه المراحل. من بعد ما تعجنت عندي العجينه مزيان كيف كتشوفوا، كيكون هذا هو الشكل ديالها، كتجي عجينه اللي هي مطلوقه. الو دابا غنقسمها على ثلاثه، غندير 2 مرصويات اللي هما قد قد وصغارين، وواحد المرصو غنديرو كبير. غنقسمها هكذا في النص، يعني هذا المرصو غنخليه هكذا بيض كيف كتشوفوا. العجينه هاني قسمتها في النص، الوغ كناخذها وكنحطها في واحد السوبيره وكنحطها جانبا. غناخذ 2 سوبيرات اخرين، هاد العجينه اللي النص اللي بقى لي ديال العجينه، النص اللي بقى لي ديال العجينه كنقسمو على 2 هكذا كيف كتشوفوا. بهذه الطريقه هادي صافي. كناخذ واحد المعلقه صغيره، كندير 2 معالق حتى لثلاثة ديال الشوكولات، كنزيد عليهم 2 معالق حتى لثلاثة ديال الحليب، وكنخلطهم مزيان. من بعد ما خدمت العجينه ديالي مزيان كيف كتشوفوا، كنعطيها هذا اللون القهوي. دابا غندير نفس العمليه، غناخذ العجينه الاخرى غنزيد عليها الشوكولات، غنزيد واحد معلقه 2 ديال الحليب، تنزيدها بالشوكولاط عاد، يعني خصها هاد لاباط هادي تجي لي فونسي على هادي. هادي قهويه، هادي خصها تجي ماغون اللي هو فونسي. الوغ نفس العمليه كنديرها، كنبدا كنخلط مزيان في العجين مع الشوكو. الوغ من بعد ما كنسالي من الخدمه ديال العجينه كيف كتشوفوا، عندي هنا هاد العجينه الاولى اللي اللون ديالها يعني قهوي فاتح، هادي قهوي فونسي، وهادي بيضة، خليناها بيضة صافي. دابا غنغطي عليهم بالميكا وغنخليهم يخمروا لواحد المده ديال نص ساعه، عاد نرجعوا باش نشوفوا الطريقه المواليه. الوغ من بعد ما كتخمر عندي العجينه كيف كتشوفوا، كيتضاعف الحجم ديالها، غنقلع عليها هذا البلاستيك. دابا غناخذ العجين ديالي
نحربلو هكذا بالطول، هنقطعو مرصويات هكذا، هنرجع ندير كرات صغار، نفس العملية غنديرها بالنسبة للعجين الآخر. الوغ من بعد ما قطعت العجين اللي عندي على 6 ديال الكرات، يعني كل لون درت منه 6 ديال الكرات، دابا غنفوت باش ندلكو ونمدد العجين بشكل طولي. من بعد ما بدت العجين كيف كتشوفوا كنبدا باللون القهوي الفاتح، صافي كنبدا كنلويه هكذا بشكل طولي كيف كتشوفوا. غنحطو جانبا، غنكمل بنفس العملية حتى نسالي كاع العجين اللي عندي. دابا من بعد ما ساليت القهوي الفاتح، دابا غنفوتو للغامق بنفس الطريقة، غنمدو هكذا بعد ما كنمدو هكا بهذا الشكل، كنجيب اللي درتو في الاول قهوي وكنرجع كنسد عليه هكذا بهذه الطريقه. نفس العمليه كنكررها، كنمدد العجين دابا كناخد العجينة البيضاء وحتى هي كندلكها بنفس الطريقة. من بعد ما كندلك العجين كناخد اللي درت في الأول وكنلوي عليه العجين الأبيض اوكي بهذه الطريقة هذه هكذا. صافي كنستمر هكذا بنفس العملية حتى كنسالي كاع العجين اللي عندي. من بعد ما كنسالي العجين كيف كتشوفوا، كناخذ المول هاد الطويل هذا اللي غندخلو للفران، كناخذ العجين ديالي وكنمدو نطولو مزيان، من بعد كنقسمو في النص على القد ديال المول. صافي كنستفهم هكذا في الصينية، كنستمر بنفس العملية كلشي العجين اللي عندي. بالنسبة للمول انا دهنتو بالزبدة باش ما يلصقليش فيه. من بعد ما كنسالي العجين ديالي كي كتشوفوا، كناخذ الحليب، عندي هنا الحليب، وكندهن العجين من الفوق. صافي من بعد ما دهنت العجين غنخليه مازال يرتاح واحد المده ديال نص ساعه حتى 40 دقيقه، عاد ديك الساعه كنرجع وكندخلو للفران. من بعد ما كيتضاعف الحجم ديالها كيف كتشوفوا، دابا غندخلها للفران اللي ديجا راني مسخناه على درجه حراره 180 لواحد المده ديال نصف ساعه حتى كيتبدلها لا كولور وكيعطينا داك اللون الذهبي. من بعد كنخرجوها من الفران وكنوريكم الشكل النهائي ديالها.
من بعد ما كنخرج البريوش من الفران فكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو. كيف كتشوفوا كيجي لذيذ بزاف وكيجي رطب هكذا كيف كتشوفوا. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه ديالنا ديال اليوم وتجربوها. شكرا على حسن المتابعه. ما تنسوش الاشتراك معايا في القناه وزياره موقعي الانترنت اللي فيه جميع الوصفات مكتوبه. الى وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.